اهلا بيكم متابعي برنامج البورتاج. النهارده معانا المهندس محمد عيسى، هيجاوب لنا على تعليقاتكم حول ان في مشكله في الصرف الصحي في الغردقه ومدن المحافظه. امتى هيبقى المشكله دي ليها نهايه في المحافظه؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، وكل سنه وانتم طيبين والساده المشاهدين بخير وجمهوريه مصر العربيه بخير، وربنا يعني يزيح البلاء والوباء عن الامه. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله حضرتك طيب. كنا جات لنا رسائل كتير على الصفحه بتقول لنا ان في مشاكل في مناطق معينه هنا في الغردقه في الصرف الصحي زي السنتر الليبي والكهف. عايزين نعرف المحافظه عملت ايه عشان تقضي على المشكله دي في المحافظه كلها، خاصه في المناطق اللي بتشتكي منها. وهذا في البدايه احنا لازم يعني نقول ان فعلا ان خلال الاربع سنوات الاخيره ان محافظه البحر الاحمر شهدت يعني طفره كبيره في مجال مرافق المياه الشرب والصرف الصحي. فعلى سبيل المثال بالنسبه للمياه الشرب، كميه المياه تضاعفت من قبل اربع سنين تقريبا كانت 100,000 متر مكعب يوم على مستوى المحافظه، حاليا وصلت ل 200,000 متر مكعب يوم، يعني تضاعفت تماما يعني ده مياه الشرب. بالنسبه للصرف الصحي، الغردقه اتعمل فيها حاليا محطه معالجه الصرف الصحي طاقه 90,000 متر مكعب يوم، يعني ديت هتكفي المدينه لغايه سنه 2035 ان شاء الله. فكل الحكايه ان الشبكات بعد كده يعني الشغل الكبير اللي هو محطه المعالجه في الغابه الشديده، كل ده يعني على وشك الانتهاء، وحاليا في تجارب تشغيل فعلا تمت فعلا، وان شاء الله خلال شهر 6 ان شاء الله، على اخر شهر 6 هنبدا فعلا ربط او دخول خدمه لبعض المناطق التوسعات اللي هي زي ناصر والمشروعات والسنتر الليبي، دي هنبدا بيها فعلا يعني خلال يعني على اخر شهر 6 ان شاء الله يكون بدانا ندخل المناطق ديت واحده واحده. طيب حضرتك في مشكله في المايه مثلا زي مدن القصير او كده، ولا كميه المايه كافيه ومفيش اي مشاكل عندها؟ هو طبعا بالنسبه للمايه احنا قلنا دلوقتي ان على مستوى المحافظه احنا قلنا كميه المايه تضاعفت. في الغردقه هنا مثلا اضيف محطه اللي هي تحليه اليوسف، هي طاقه 80,000 متر مكعب يوم، فدي قضت على مشكله عجز المياه في مدن من يعني راس الغارب والغردقه. وبعد كده بالنسبه للجنوب مرسى علم والشلاتين وحلايب وبرماد برضه ما عادش فيها مشكله، لان فيها محطات تحليه انشئت وفيها حاليا توسعات كمان. هي اللي باقي السفاجه والقصير، وحاليا جاري البدء في انشاء محطتين تحليه كل واحده 20,000 متر مكعب يوم، واحده في سفاجه محطه تحليه سفاجه بطاقه 20,000 متر مكعب يوم، ومحطه تحليه القصير طاقه 20,000 متر مكعب يوم. يعني جاري حاليا التجهيز والاعداد للبدء في التنفيذ على الارض على الواقع باذن الله تعالى. حضرتك تقدر تقول لنا مثلا ليه في بعض المناطق لغايه دلوقتي ما انتهاش فيها الاعمال الصرف الصحي؟ انا قلت حضرتك هو بالنسبه مثلا مدينه الغردقه ديت احنا فيها طبعا صرف صحي شغال من سنه 97 تقريبا، بيغطي لغايه دلوقتي بيغطي حوالي 50% من المدينه يعني. المشروع اللي هو حاليا هيبدا تشغيله او دخول خدمه بدايه من يعني نص سته او على اخر سته تاني، ده اسمه مشروع توسعات الصرف الصحي، ودوت لما يدخل خدمه بالكامل ان شاء الله خلال الست شهور الجايه هيكون دخل بخدمه بالكامل، ده هيبقى غطينا كده تقريبا 95% من المدينه. ده بالنسبه للغردقه يعني ديت، ليه؟ لان احنا الشغل الاساسي الكبير خلاص تم، يعني اللي هي محطة المعالجة دي طاقة 90,000 متر مكعب يوم، دي تكلفتها داخلة 900 مليون جنيه. محطة المعالجة الصرف الصحي اللي هي 90,000 متر مكعب يوم دي تكلفتها 900 مليون جنيه. دي انتهت فعلا وبدأنا تجارب تشغيل فيها من أربع شهور يعني من شهر من آخر 12 بدأنا تجارب فيها، والحمد لله يعني عيناتها نجحت فعلا يعني، وفي آخر تجربة حاليا بالترم حاليا. والمزرعة الغابة الشجرية برضو بدأت الغابة الشجرية شركة هيئة تنمية الصعيد على مساحة 3000 متر 3000 فدان بدأت تجهيز بعض المناطق فيها، وهتبدأ فعلا تستقبل المياه.
اول ما تبدا تستقبل ميه احنا هنبدا على وعد ان احنا نبدا خلال بقول لحد شهر 6 نبدا ندخل المناطق اللي هي الشبكات واحده ورا الثانيه، وبالتالي يعني على اخر ان شاء الله على اخر شهر على اخر السنه دي ان شاء الله شهر 12 نكون دخلنا كل التوسعات اللي هي زي مناطق مصر والمشروعات دي رقم واحد. بعد كده في عندنا منطقه الكوثر والمطار ومنطقه في السقاله اللي هي منطقه ابو العباس والمدارس والهضبه، وبعد كده منطقه مجاويش والانتر كونتيننتال. دول ان شاء الله كلهم هيبقوا على يعني قبل 12 ان شاء الله هيكون دخل خدمه بالكامل باذن الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك قلت ان محطه اليسر دلوقتي بتاخد 80,000 متر مكعب في اليوم. تمام. هي دلوقتي محطه التحليه في ناس بتقلق منها شويه ان هي ممكن يقول ان محطه التحليه مش زي مياه النيل، حضرتك تقول لهم ايه؟ يا فندم المحطه ديت انشئت على احدث نظام يعني التحليه، والميه فيها بتطلع مطابقه للمواصفات العالميه، وبيتم التاكد من ذلك بواسطه المعامل. عندنا معمل فرعي في المحطه ده بتاخد عينات كل ساعتين من الميه الداخله والميه المنتجه فيها، ويتم التاكد من ان هي مطابقه للمواصفات العالميه، ويتم ضخها للمناطق المختلفه داخل المدينه، بالاضافه الى المعامل المتنقله في الشبكات. يعني دايما في معامل اثناء الضخ في الشبكات بناخد عينات برضو من الشبكات ونتاكد ان هي مطابقه للمواصفات. فما يعني مفيش قلق منها اطلاقا ميه التحليه، بالعكس ده ميه التحليه يعني المناطق احنا حاليا بنضخ حاليا الغنى، يعني تم الغاء نظام ضخ البنوبات في عده مناطق في المنطقه، بدايه من مناطق ذهبيه وعربيه والقيادات والملاحه والوفاء ومنطقه شمال المدينه اللي هي زي منطقه عمارات اللي هي 2025 الوحده شمال المدينه. واحنا شغالين اتباعا حاليا طبقا لتعليمات محافظه الخطه الاستراتيجيه لشركه المياه، شركه المياه، ان احنا نلغي نظام المياه بالكامل في مدينه الغردقه ان شاء الله. فاحنا ماشيين واحده واحده بحيث ان احنا كل منطقه تبقى جاهزه ان احنا نضخ فيها 24 ساعه، ده شغالين فيه فعلا. طب حضرتك تقول لنا ايه اللي خلى في مشكله في البحر الاحمر للصرف الصحي والميه؟ هل التربه؟ هل ان هي واجهت ان المواسير نفسها او محتاجه تتغير كلها بالكامل؟ هل ده اللي اخر؟ بالنسبه للصرف الصحي مفيش مشكله، لا غير الصرف الصحي المشروعات المرافق طبعا المشروعات بتبقى مشروعات كبيره، مشروعات قوميه هي اللي بينفذها حاليا الهيئه القوميه من شؤون الصرف الصحي، وديت بتبقى مشروعات بتحتاج تمويل كبير جدا لحضرتك، ويتم على فترات على حسب التمويل المتاح. فزائد بعض بعض العوائق اللي بتبقى موجوده في المدينه، مثلا زي اعمال زي مثلا وجود مياه جوفيه بتحتاج لنسخ مياه جوفيه، زي وجود عوائق مرافق موجوده بتحتاج تعديل مسارات مرافق كده يعني. انما تم التغلب على كل هذه الصعوبات وحضرتك. واخر حاجه كانت موجوده في الغردقه هنا موضوع الغابه الشجريه، وسياده المحافظ يعني بذل فيها مجهود كبير جدا يعني فعلا، وتم يعني التنسيق مع السيد رئيس الوزراء، وتم اسناد المزرعه ديت لهيئه تنميه الصعيد، وبداوا فعلا يعني بقالهم فتره، وحاليا فعلا خلاص هم على وشك ان هو يبداوا يستقبلوا الميه المعالجه، لانها طبعا محطه المعالجه ديت عطلت سيرة في المكعب يوم، المفروض ان احنا يتم استغلال اعاده استخدام المياه دي في الزراعه. فلازم يبقى في تجهيز للبنيه التحتيه بتاعه المزرعه قبل ما نشغل، وده اللي تم فعلا دلوقتي في ارض المزرعه 3000 فدان اللي هي بتقوم فيها حاليا هيئه تنميه الصعيد بتجهيز شبكات البنيه التحتيه بتاعتها وتجهيزها للبدء الاستزراع والاستفاده من المياه المعالجه اللي هي هيتم ضخها من محطه المعالجه دي. بالنسبه لاهالينا في الجنوب كانوا بيعانوا جدا ان هم من سنين بينقلوا ميه بعربيات ويستنوها، ايه الوضع دلوقتي؟ هو يا فندم الجنوب اصلا في المدن طبعا المدن فيها شبكات ميه مفيهاش مشكله، انما طبعا في تجمعات بدويه بتبقى متفرقه على مسافات كبيره من المدن وعلى مسافات كبيره من بعضها البعض يعني.
فدي بيتم تغذيتها بواسطه السيارات، ما لهاش حل تاني غير بالسيارات يعني. وسيارات ميه عندنا مجهزه هناك، بتروح بتودي للناس ميه فعلا في اوقاتها فعلا، وما فيهاش مشكله حاليا يعني. تم اقامه محطات تحليه مثلا في مدن الجنوب؟ طبعا هو طبعا ما بقول لحضرتك في محطات تحليه في الشلاتين وحلايب وابوانات، يعني فيها محطات تحليه تم تشغيلها حوالي سنتين، بطاقه حوالي 3000 متر مكعب يوم في شلاتين، و1500 متر مكعب في حلايب، و1500 متر مكعب في ابو رماد. وحاليا جاري توسعات للمحطات ديت، هيضيف يتم اضافه 12000 متر مكعب يوم في مدن الشلاتين وحلايب وقريه ابو رماد. يعني خلال على اخر العام المالي الحالي في 6 ان شاء الله 22 هيكون يضاف 12000 متر مكعب يوم غلاف المياه الموجوده المنتجه حاليا في مدن الجنوب. حضرتك كده تبشر الناس ان شاء الله يبقى باذن الله خلال السنه دي ينتهي من مشكله الصرف الصحي مثلا في الغردقه؟ بالنسبه للغردقه طبعا، بالنسبه للغردقه اقول لحضرتك يعني على اخر شهر 12 السنه ان شاء الله هيكون بدخول مناطق الخدمه توسعات الخدمه، هيكون يعني تم خدمه ما لا يقل عن 95% من مساحه المدينه الاهله بالسكان يعني بالصرف الصحي. هيبقى تبقى حوالي 5% مثلا ديت جاري حاليا اعداد لانشاء شبكات فيها، ودي مش هيبقى فيها مشكله لان البنيه الاساسيه المحطه المعالجه خلاص هي اللي هي هتستقبل المياه ديت خلاص جاهزه، المزرعه جاهزه، فاي شبكات هتتم انشائها بعد كده مش هتاخد الوقت اللي خدناه في المرحله الاولانيه او المرحله الثانيه. اللي هي اهم حاجه محطه المعالجه اللي اقول لك هي 90000 متر مكعب يوم ديت، اي توسعات هيتم مباني انشاءات هتتم داخل المدينه او بالفعل في مناطق متخللات حاليا ما لهاش خدمه صرف صحي، هيتم انشاء شبكات فيها بواسطه الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي، وجاري حاليا التنسيق مع المحافظه لتخصيص مواقع لست مواقع لمحطات رفع صغيره، يعني مش محطات كبيره زي اللي قبل كده يعني، عشان خدمه بعض المناطق اللي هي تمثل حوالي 5% من المدينه. ودي 5% تقريبا برضه مش كلها ساكنه يعني، انما هتبقى بقول لك يعني عشان المدينه كلها هتبقى فعلا يعني هيتم القضاء على مشكله الصرف الصحي في المدينه بنهايه العام 21 ان شاء الله. هل في اي مدن ثانيه بتعاني من الصرف الصحي ولا هي كده في الغردقه بس؟ مفيش طبعا، احنا بالنسبه للاقصى غارب فيها مشروع صرف صحي شغال ومفيش مشكله، ونفس الكلام في سفاجه. القصير فيها مشروع صرف صحي جاري حاليا، نهوا بعض الاعمال في محطات الرفع هيبقى جاهز للتشغيل ان شاء الله برضه يمكن في شهر 9 او قبل 9 ان شاء الله هيبقى جاهز برضه لبدء التجارب التشغيل فيه ان شاء الله. في اي دور ممكن يقدمه الاهالي بحيث ان هم سواء توعيه لاستخدام المياه سواء المشاكل في الوصلات المياه، في حاجه ممكن حضرتك تبقى عايز تقولها لهم؟ وطبعا المواطن يعني عليه دور بالنسبه للمياه في الشرب بالذات، ان احنا بنناشد دايما المواطنين بترشيد الاستهلاك لمياه الشرب، وده مش على مستوى المحافظه بس، ده على مستوى الجمهوريه وبالاخص في محافظه البحر الاحمر اللي المحافظه فيها ندره ميه شرب يعني. فاحنا بنناشد الاهالي دايما ان احنا يعني يرشدوا من استهلاك الميه، واحنا وفرنا قطع موفره للاستخدام في داخل المنازل، وتم واحنا قمنا بتركيب برضو قطع موفره في المساجد الاهليه ومساجد الاوقاف برضو عشان يعني ترشيد الاستهلاك. فبنناشد المواطنين بترشيد الاستهلاك وعدم اهدار ميه الشرب، لان نقطه الميه فعلا بتكلفنا تكلفه كبيره، ودي هتعود على المواطن نفسه وهتعود على الدوله. هل شركه الميه مخصصه رقم للشكاوي لو في اي مشكله عند اي مواطن توصل بيها؟ طبعا لا، في خط ساخن 24 ساعه معروف لكل الناس، وفي ارقام برضو على الصفحه موجوده، ارقام موبايل وارقام ارضي، بخلاف رقم 125 دوت 24 ساعه شغاله.